في يوم الثلاثاء الماضي أعلن فيادو بي تي إس عن إصدار الأول ألبوم منفرد لوبان واللي أوفر، والذي يحتوي على 6 أغاني. وبالإضافة إلى فضول وشغف المعجبين لإصدار في ألبومه الجديد، انتبه بعض من مستخدمي الإنترنت إلى تفاصيل أخرى لما يتعرف عليها عدد كبير من المعجبين. ومن بين جميع الأغاني الست التي تم الكشف عنها كانت أغنية فراس من عصارة الجدل بين المعجبين، لأن جزءا من كلمات تلك الأغنية جعل الجماهير تفكر في أن في كتب تلك الأغنية إلى جيني من بلاك بينك. ففي شهر مايو الماضي انفجرت جميع مواقع السوشيال ميديا بعد انتشار العديد من المقاطع لجيني وتاي وهم يمسكان بيد بعضهم البعض في شوارع باريس مع كلا مدرائهم، وحينها صمتت كل من وكالة واجي واتش واي بي اي وقالوا أنها حياة فنانهم الخاصة. ولكن من جديد تسببت كلمات أغنية فراس بضجة جديدة، وتحديدا البارت التالي: أنت الآن في كاليفورنيا، أنا ما زلت في انتظارنا، عندما تغير رأيك سوف أتخلى عن كل شيء من أجلنا. وعلى الجانب الآخر شاركت جيني في الماضي مع الجماهير منزلها في لوس أنجلوس واستعرضت حياتها الراقية في ولاية كاليفورنيا، وكان هذا هو السبب الذي جعل الجماهير تتكهن بأن في كتب تلك الأغنية وفكر في جيني. وفي نفس الوقت يبدو أن العالم كله ضد قرار بقاء جيني مع في، ولكن بارت أنا ما زلت في انتظارنا يشيري لأن في يريد تأكيد أخبار مواعدته ولا يخشى التخلي عن كل شيء. وبالإضافة إلى أغنية فراس، انتبه الجماهير أيضا إلى صورة معينة من الصورة الترويجية لألبوم لي أوفر، وفي تلك الصورة كانت تاي يرتدي قلادة فاوندوري، والتي اتضح في الماضي أن جيني تمتلك نفس القلادة ويبدو أنها خاصة بالأحبة، وقد ارتدى كل من في وجيني تلك القلادة عدة مرات حتى في الأماكن العامة المهمة. وحاليا الجمهور في حالة من الانقسام، منهم من يصدق أن تاي كتب تلك الأغنية بالفعل إلى جيني، ومنهم من يرى أنها مجرد مصادفة، وحتى أن البعض الآخر يرى أن الثنائي ربما يكون انفصل والسبب كان كل تلك المشاكل التي حولهم. أخبرني في التعليقات، هل ترى حقا أن تاي كتب تلك الأغنية إلى جيني بالفعل أم لا؟ ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك. أراكم في المرة القادمة.